عيوني اليسار زين، ولا سووها إلي شالوا ولا فيها زين، قالوا إلي هذه نظرها بتم ضعيف كلش ما بترجع طبيعية. العيون الثانية تضررت لأن كان صار البور كله عليها، العيون اليمين ضررت لأن صار البور كله عليها بالتركيز كله عليها لا وقل النظر فيها. قالوا لي فصلوا لي عدسات عشان ألبسهم على النظارة بدل النظارة، والعدسات مفروض أستلمهم شهر 5، إلى هذا يومك العدسات ما جوني زين وبس، والمواعيد خب الباقي كل شيء توقف حجة أزمة كورونا هي بالأدوية كل شيء وقف عني. والإصابة من 2012 يوم الاعتقال تعورت أنا فترة اعتقالي لأنه كمين كان طلقوا علي شوزن فوجي طحت شالوني واعتقلوني جابوني مبنى 13 مبنى 4 وقف عني الأدوية كلها. أنا يمشون لي 4 أنواع قطور نوعين برهم بشكل شهري، كل شهريا يجيبونهم لي من شهر 3 إلى هذا يومك وقف عني كل شيء زين. والحين قاعد يصيدني مضاعفات مع العملية، آلام ضغط عندي يرتفع فيها خلاص يعني بدأت تزيد عندي الحالة اللي أنا فيها وده، وكل ما أتكلمهم ما نقدر نسوي لك شيء. رحت العيادة هنا يقول لي دكتور ما أقدر أسوي لك ولا شيء ورجعني، تكلم الضباط ما في أي نتيجة، مو راضين لا يحولوني على المدير ولا مراضين يسوون لي حل. أقول يعني الأدوية تجينا بشكل رسمي من السلمانية، ليش ما يجيبون الأدوية؟ كل عالم كله يجيبون لهم أدوية من السلمانية عادي، ليش أنا ما أجيني الأدوية؟ يقول لي ما ندري ما ندري ويهربون ما حيرضى يتكلم. صار أحمد مسؤول عيادة نفسه ولا طردني من العيادة. ما بس ثاني أخوي عندك تكتب بس السيستم بين عندك الأدوية اللي تجيني. خل مري وصلهم لي ليش موقفين يعني 3 شهور ما جاني ولا شيء. رحبتنا لهم دي تظلمات نص الوطنية، رحبتنا إليهم ما في أي استجابة في الموضوع. كل اللي ردوا عليهم إن شاء الله بنشوف موضوع إن شاء الله. راحوا لهم شهر 5 زين، وراحوا لهم بداية الشهر يقولون لهم إن شاء الله بنشوف الموضوع، لحد جاء ولا شفت أي نتيجة. وأنا هني طرش رسائل للإدارة ما في أي رد على أي شيء، كل شيء موقف ليش يعني لا حد راح يراضي يرد ولا حيراضي يعالجني، وش الموضوع ما أنا داري. تصير حمرة والدمع والصداع يزيد عن هاي المشكلة اللي في الموضوع يعني.